هلا ليش بنحتاج السويتشنج؟ بشكل رئيسي احنا بحالتنا في طبعا تطبيقات ثانيه للسويتشنج، بس احنا بحالتنا السويتشنج في حاجه اني اعمل كونكشن وديسكونكشن للود. فاذا عندي هون الكتريكال سورس وهون عندي لود، فهذا اللود هون بدي احاول اعمل له كونكشن وديسكونكشن، وظيفه السويتش هون نعمل كونكشن وديسكونكشن لهذا اللود. هون عندي الكتريكال سورس، هذا راح يكون فولتج، راح يكون دي سي، ممكن يكون اي سي، وهذا اللود طبعا بشكل عام ممكن يكون كومبينيشن اوف ار ال سي لودز. هذا الانترودكشن العام للسويتشنج. ففكره السويتشنج طبعا هذا ممكن يكون ميكانيكال سويتش وممكن يكون الكتريكال سويتش، مضبوط؟ هذا السويتشنج هو اللود اللي عم بعمل انا سويتشنج فيه، عمالي بعمل كنترولينج للباور او الالكتريكال سورس اذا كان فولتج سورس مثلا، هون عم بعمل له كونكشن على هذا اللود. هذا كايديال سويتش، الكاركترستكس لايديال سويتش. طبعا هذا ما راح يكون دائما ميكانيكال، ممكن يكون ميكانيكال، ممكن يكون الكترونيك سويتش اي جي بي تي او شيء، وعمالي بستخدمه له تو ستيتس، يا اما له اون ستيت او له اوف ستيت، ما له ستيت تالت، ما في ستيتس ان بتوين، يا بيكون فولي اون يا بيكون فولي اوف. اذا الايديال سويتش الكاركترستكس للايديال سويتش هي التالي. اول شيء عندي سويتشنج تايمز زيرو. ما احنا بدنا نفهم لازم نفهم الكاركترستكس للايديال سويتش حتى نقرر على اساسه الري سويتش ايش بكون هاي. فسويتشنج تايمز ار زيرو، يعني تي اون يساوي 0 سكندز وتي اوف يساوي 0 سكندز، يعني الزمن المطلوب حتى هذا الديفايس، هاي الديفايس تعمل سويتشنج اون واوف يساوي 0. الشيء الثاني انه عندي الاون ستيت فولتج دروب. لاحظوا هذا السويتش ايديال، اذا كان ايديال سويتش لما يكون مسكر لما يكون اون قديش بكون الفولتج دروب عبره؟ زيرو. هذا الايديال سويتش. اذا the on state voltage drop across the switch زيرو. وكمان عندي ال off state current، يعني لما هذا السويتش يكون فاتح اوبن ما لازم يكون في ليكج كرنت. فالاوف ستيت كرنت ثرو ذا ديفايس كمان بيساوي زيرو. خلص خليهم الباور كنترول ريشيو اللي هي الباور، الباور كنترول ريشيو اللي هي الباور اللي عمال السويتش بتحكم فيها مقارنه بالباور اللي انا بحتاجها حتى اتحكم بالسويتش. يعني خلينا نوضحها هون. هاي لو عندي انا هون سويتش، والسويتش هون في دائره كنترول بتتحكم بالسويتش نفسه، هاي نفسها في لها باور، هاي كنترول باور اللي بتتحكم في السويتش، والسويتش نفسه عماله بتحكم في الباور. نسبة الباور بالـ ideal طبعا هاي بدها تكون infinity، يعني بالباور يعني الباور بدها الكنترول زيرو تمام، يعني الباور بالكنترول باور خلينا نسميها سورس لود باور. كل فاهم ايش يعني كنترول باور؟ يعني انا بدي سيركت تتحكم بالسويتش هذا تسكره وتفتح، وهذا السويتش نفسه عماله بيتحكم بسيركت. هذه الباور عاليه جدا طبعا، وهاي الباور منخفضه، المفروض تكون هاي اقل ما يمكن بالنسبه لهاي. النسبه بينهم لازم تكون انفينيتي. فهون
هاي الكنترول سيركت باور هاي بناء ايديال تكون انفكت. يعني هون بدي باور قليله جدا اتحكم بالسويتش مقارنه بالباور اللي عمال بتحكم فيها في اللود وفي السورس. هاي بتسميها باور كنترول ريشيو. بعدين عندنا هلا ضلتين اللي هم سويتش اوف. هلا هون حكينا احنا عن الاون ستيت كنا نحكي، هون اوف ستيت، هذا اوف اون ستيت فولتج واوف ستيت كارنت. هلا لما السويتش يكون اوف او لما يكون اوف في اوف ستيت فولتج withstand capability. خليني افهم شو هي. انا لما بدي اتحكم بدائره لو كان عندي هون فولتج، يعني مثلا لو كان هذا السورس 10 فولت وفتحت السويتش، وين ال 10 فولت راح يجوا؟ على السويتش. كانوا على اللود لما كان هذا مسكر، ال 10 فولت اللي هون وين راحوا؟ على اللود. لما فتحت السويتش حسب كي في ال راح يبطل في عندي فولتج هون على اللود، وين راح يجي الفولتج اللي هون؟ عبر السويتش. لو زادت هاي ل 1000 فولت السويتش هذا بده يتحملها. اذا هذا السويتش حتى ينجح في عمله ويعمل الفصل قديش لازم يتحمل الفولتج؟ لازم يتحمل الفولتج على الاقل تبع اللود. اذا لازم يكون في له ويث ستاند كابيليتي، ذا اوف ستيت فولتج ويث ستاند كابيليتي فيري هاي. سو هاي بتسبب الارك مش هيك؟ هاي بتسبب ارك. نعم صحيح. لما هذا السويتش يفتح، اذا ما استطاع هذا السويتش انه يمنع الكرنت يمر من هون، راح يصير في عندي اركينج بهذا السويتش، لانه صار في بريك داون هذا السويتش. هذا السويتش راح يصير في بريك داون اذا كان الفولتج عالي جدا. تخيل لو انا عندي لو عندي هون انا بين النقطه هاي والنقطه هاي في مثلا 1000 فولت، هذا هون كوندكتر هو بيصير موصل تمام، هذا كوندكتر وهذا كمان كوندكتر وبينهم في هواء، ايش راح يصير بالحاله هاي؟ تاين راح يصير ايونايزيشن للهواء، لانه هون في عندي فيري فيري سترونج الكتريكال فيلد. الالكتريكال فيلد اللي هون اي كفكتور بيساوي في على دي، مضبوط؟ دي فيري سمول، فدي صغيره عندي هون وفي كبيره، ففي على دي راح تعطيني فيري هاي الكتريكال فيلد. الالكتريكال فيلد هذا راح يأين البارتكلز اللي موجوده تبعت الهواء، فراح تتأين البارتكلز تبعت الهواء الموجوده، راح يصير في عندي بريك داون. اذا السويتش هذا بالاوف ستيت لازم يقدر يتحمل فيري هاي كابابيلتي او يعني انفينيت فولتج، لازم يتحمل. هو فعليا ما بيقدر يتحمل انفينيت فولتج، كل سويتش له كابابيلتي. وكمان عندي الاون ستيت كرنت state capability تبعت الكرنت كمان لازم يكون عالي جدا. هلا من ناحيه واقعيه السويتش هذا لما يسكر ما بيقدر يتحمل كرنت، انفينيت كرنت محدود. السويتش الحقيقي لو كان ترانزستور، مش انا لما بشتري ترانزستور احد الاشياء اللي بطلع عليها بعطيني الفولتج ويث ستاند كابيليتي والكرنت. شو يعني؟ يعني هذا الترانزستور لما بيعمل اوف، لما بكون بالاوف ستيت، بكون بالاوف ستيت ايش الفولتج اللي بيقدر يعمل له بلوكينج؟ ولما يكون بالاون ستيت ايش الكرنت اللي بيقدر يتحمله؟ ولذلك هذول الرقمين مهمين في اي داتا شيت لباور ديفايس. اذا يور اون ستيت كرنت كان كابابيلتي فيري هاي او ايديالي يعني انفينيت. هذول موجودين في الداتا شيت، هذا اللي هو اي ماكسيمم وهذا هون في ماكسيمم. هذول بيختلفوا عن هذول الفولتجز. هذا ايش بيختلف هذا الفولتج عن هذا الفولتج؟ هذا بكون اوبن مره بكون مسكر. هذا الفولتج هو الفولتج دروب اللي راح يصير على السويتش لما يكون موصل، وهذا الكرنت اللي راح يمر بالسويتش لما يكون السويتش فاتح، اللي هو هذا احنا بنسميه في لغه الباور الكترونكس اي ليكج، وهذا احنا بنسميه احيانا بلغه الباور الكترونكس في ساتوريشن. مثلا دكتور اللي كان السويتش ميكانيكال او في سي اي، نعم الليكج بيكون معدوم بس مهمل الا اذا في ايونايزيشن عماله بيصير، بس عاده ما فيش مفهوم الليكج اللي موجود في الباور الكترونكس. عاده في الباور الكترونكس لانه في عندي اوميك كونتاكت، يعني في اومز، في اوميك ريزيستنس، في ريزيستنس في الجهاز، فحتى لو كان هو اوف الا يكون في بعض الليكج. فاي باور الكترونيك ديفايس الا يكون فيها ليكج كرنت، واي باور الكترونيك ديفايس الا يصير عليها فولتج دروب لما تكون مسكره، زي ما قلنا مثلا في سي اي ساتوريشن او اي ليكج.
هذول كلهم راح يصير طبعا هي ساتوريشن بس باسم لما بنكون استعملها للترانزستور. نفس الشيء هذا اي ماكس او اي ريتد مرات بنشوفه في الداتا شيت، وهذا في ماكس او في ريتد كمان بيكون في الداتا شيت. ماشي واضحين؟ هذول مهمين. هذا بنعرف الايديال سويتش فبنعرف النون ايديال سويتش. الايديال سويتش هذول طبعا هذول مش موجودين في، واذا طب رحت على داتا شيت حقيقيه لجهاز الترانزستور بقدر اطلع هذا الرقم، بقدر اطلع هذا الرقم، بقدر اطلع هذا الرقم، وبقدر اطلع هذا الرقم. هذول الاربعه اللي هم الثاني والثالث والخامس والسادس بقدر اطلعهم. والباور كنترول ريشيو طبعا في البي جي تي خصوصا محدوده لانه لازم اعمل ستيجز. السويتشنج تايم كمان بقدر اطلعها من الداتا شيت اسمها تي اون وتي اوف، وممكن تكون مختلفه ممكن ما يكونش نفس الرقم للاجهزه دول. اخر شيء اللي هي الباور هاندلنج كاباسيتي، يعني هون باور هاندلنج كاباسيتي يعني في اي في في اذا تكون انفينيت لهذا الجهاز. وطبعا هذا كمان مش صحيح للنون ايديال سويتشز. بتفيدوا معنا